أجلناها يعني الدعوة. السفر لو كانت معينة آه أي تمام تمام حق حق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم في دين. ليس المقصود أي أحد في هذه الساعه حتى لأنه سمعت ملاحظة من أحد الإخوان هنا قال لي من تقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم كأنك تقصدنا. قلت له لا، يعني إلى هذا الحد جهلتوا صدام حسين بفترة قصيرة؟ يعني يصغر إلى الحد اللي أهداف صدام حسين كلها يعوف الاحتلال والغزو وأمريكا وجرائمها ويصير هدف حدكم أو مجموعكم أو جزء منكم وأنتم عراقيين من دمي؟ ادخل بالموضوع. نعم، وهذه مهمة سيكولوجيا للإنسان لما يعتقد أنه هو مستهدف في آية قرآنية أنا أقصد بها جهة أخرى، يعني يضايق، وأنا ما أريد عراقي يضايق مني، ومن نريد يضايق مني بالحق أقول له عبرت رئيس المحكمة أنتم تبحثون عن أشياء وفي إيديكم بإيديكم الوضوح وتعوفوا تروحون إلى المجهول. كيف؟ مثلا تجريف بساتين الدجيل أنا جرب، ليش رايحين على طه ياسين رمضان وبرزان وشفناه وما شفناه؟ دقيقة دقيقة سيادتك ولسيد الرئيس دقيقة 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 أخي، ماكو داعي تروحون على ناس اخرين. انا جرفت، مو جرفتها بمعنى ركبت البلدوزر ورحت جرفتها. قرار صادر من مجلس قياده الثوره بتحديد قطع البساتين التي تجرف بمن ثبت عليهم او يثبت عليهم واجري اللازم. انا موقع القرار. ثبت او يثبت عليهم يعني شنو يعني؟ نعم ثبت او يثبت عليهم. اذا تثبت عليهم تهمه الاجرام اللي حصلت علي تجرب. اي واضح. وفي كل الاحوال في قانون الدوله العراقيه كان من حق الدوله ان تستملك اي ارض للمصلحه العامه بتعويض رمزي، وغيرت هذا القانون وارجع الى القانون سويتها بتعويض ثم بتعويض مجزي. هذا التعديل انا امرت حضرت رئيس، وهذه الاراضي لما هالرجل من رحت للجيل هو ذكرني والله شنت ناسي، بس اتذكر كنت متصور جوني اهل الدجيل وترجوني على الارض ورجعت لهم اياها مع انه مدفوع لهم ثمن، لكن رجعت لهم طبعا من غير ما استرجع، لانه اللي تعطيه الدوله ما تسترجع المال خلاص، من غير ما استرجع الثمن المدفوع فرجعت لهم الاراضي. فإذا من حق الدولة أن تستملك وتعوض، قد أجري اللازم، وين الجريمة؟ وين الجريمة؟ ليش أقول لك أني؟ لأنه أنا موقع القرار، ولو أريد ما أوقع القرار لأن الحادث صار علي، لو ما أريد أوقع القرار ما حد يجبرني أن أوقع القرار.
فإذا عليش جايبين الرجل فلاح بالدجيل، هذا الرجل فلاح بالدجيل، وجايبين رئيس محكمة الثورة لأنه حاكم. لو أريد ما حيلهم إلى محكمة الثورة، أنا حلتهم إلى محكمة الثورة وحكموا طبقا للقانون، مثل ما الآن جنابك تحاكم، أيضا عواد يحاكم من يأتي إليه طبقا للقانون، له حق أن يحكم يبرئ طبقا للقانون، وهذا تقديره. فإذا لما الشخص الرئيسي يريحكم في القول أنه هو مسؤول، بعد ايش رايحين على هالناس هاي محتجيها بتفتون عن مسؤول؟ يعني صدام حسين وقت القيادة يقول أنا مسؤول، لكن من ضيق الظروف يقول لا مسؤول عبد الله، ما يسويها صدام حسين وانتم تعرفون، يعني مو من النمط اللي يسويها، ويتكئ على غيره بصعوبات، يشيل الناس على كتوفه بالصعب، وبالظروف السهلة هم يمشون على رجليهم. فإذا هو حيشاكم من الانتقام، إذا أكو جهة أخرى تضغط عليكم وتدفع وتحاول، لين ما تكون تحت شتى الأسباب، لا سلطان على هذه المحكمة لغير القانون، والله يشهد، خير إن شاء الله، لا سلطان عليه، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. فإذا تفتيش، إذا اعتبار إحالة الناس اللي يضربوا صدام حسين بالرصاص، إحالتهم والرصاص شاد قدام عيني، سيارة أنا قاعد على الجهة اليمنى والسائق وأحد الأصدقاء قاعد لو جنب الأيسر، لو وياه، لا جنب الأيسر، والمرافق قاعد بالجنب الأيمن عن السائق، والرصاص قدامه، وهنا عنا، بس ما أدري، يعني رب من يريد يخلص. أنا بهاي الفترة الاختفاء سيارتي انضربت دوشكة كبيرة، أي يعني عني يمكن ما يطلع 50 متر، ومن جهتي من صفحتي هاي لنا وصلت إلى قريب صفحتي، وما اخترقت الحاجز الأخير بالسيارة. هو الرب يريد.